السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أخبار العالم أهلا بكم. بداية، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل القصف الصهيوني على غزة والتضييق والاعتقالات في الضفة الغربية. مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في مخيم جباليا أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى عقب تدمير أحياء بكاملها على رؤوس ساكنيها. جثث لا تزال تقبع اليوم تحت الركام أمام انعدام وسائل الإغاثة، فيما تدور اشتباكات ضاربة بين المقاومة والاحتلال على عدة جبهات في غزة. واقع فاقم من المعاناة الإنسانية في القطاع، تقول سميرة طاهر. غزة تعيش الحزن والغضب والتحدي وتغرق في الدم والجنائز. مشاهد الموت في كل مكان وصيحات الثكالى تملأ ساعات الليل والنهار. هو المسلسل الإجرامي الصهيوني الموشح بمزيد من المذابح والجرائم التي تقابلها نسب وإحصاءات مروعة ممن ارتقوا وجرحوا ونزحوا. الكيان المجرم وهو يستهدف ثرى غزة وسكانها العزل يهدر أبسط حقوق الإنسان، الحق في الحياة. فوسط الخراب وحرب الإبادة يقف الجميع أمام مصير الموت. واقع خارج العقل يعد امتدادا للنكبة التي حلت بأبناء الشعب الفلسطيني عام 48 وللعدوان الذي لم يهدأ يوما على المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة والقدس. يقتل الفلسطينيون وتكبر معاناتهم بفعل الإجرام الصهيوني وسكوت صناع القرار الدوليين وتواطؤ عواصم لطالما نصبت نفسها المدافع الأول عن حقوق الإنسان. لكن غزة وكل فلسطين لن تنكسر ولن تستسلم لقاتلها ومغتصبها. في إيران أفادت تقارير أولية بوقوع حادث هبوط صعب لطائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية بسبب الضباب والطقس السيء. إبراهيم رئيسي كان عائدا من مع قافلة تضم 3 مروحيات تقل بعض الوزراء والمسؤولين بعد افتتاح سدين في منطقة شمال غرب البلاد. فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث، لكن الظروف الجوية والضباب الكثيف حال دون تسهيل المهمة. ووصول إلى منطقة هبوط المروحية 40 فريقا للتدخل السريع. في كاليدونيا الجديدة يتواصل التوتر الحذر في مقاطعات ما وراء البحار وسط تعزيزات أمنية كبيرة أمام ارتفاع عدد القتلى إلى 6 أشخاص على خلفية أعمال العنف الأخيرة، لتتعقد الأوضاع أكثر فأكثر بعد اتهامات جديدة وجهت إلى أذربيجان بعد أن رفعت أعلام البلاد بجانب رموز السكان الأصليين لأرخبيل الكناك. التفاصيل مع أحلام كلمامي. لم تهدأ أعمال العنف في أرخبيل كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 6 أشخاص على خلفية فوضى وشغب وأعمال تخريب قام بها سكان الأرخبيل الأصليين الكاناك بعد إصلاح انتخابي في البرلمان الفرنسي أثار حفيظة الكاناك واعتبروه إجراء زاد من تهميشهم بل وقضى على طموحاتهم ومساعيهم الرامية إلى الاستقلال عن فرنسا. فرنسا التي تسعى لإعادة الهدوء للأرخبيل نشرت قواتها من فرق المشاة البحرية والشرطة المدججة بالسلاح وقامت بدوريات في العاصمة نوميا، بل وصلت إلى حد إغلاق بعض مواقع التواصل الاجتماعي للحد من انتشار التوتر والتصعيد. المتظاهرون رفعوا أعلاما لدولة أذربيجان التي تقع في الجانب الآخر من الكرة الأرضية إلى جانب رموز الكاناك،
وهو ما جعلها دولة تقبع في مربع الاتهام. أذربيجان ردت بالرفض القاطع لهذه الاتهامات، اتهامات يبدو أنها لم تأتي من العدم، بل تستند إلى خلفيات تاريخية تعود إلى سنوات مضت دعمت فيها فرنسا أرمينيا عسكريا وسياسيا، لتعود هذه الأحداث إلى إحياء التوتر بين البلدين من جديد. حذر برنامج الأغذية العالمي من وقوع مجاعة وشيكة في السودان بعد ورود تقارير عالمية أكدت وجود ما لا يقل عن 5 ملايين شخص على حافة المجاعة، يقبع معظمهم في مناطق النزاع أمام انسداد الطرق والممرات الآمنة لوصول المساعدة الإنسانية. أحلام بهلول والتفاصيل. تتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان في ظل استمرار الاشتباكات، وأصبح السكان يواجهون نقصا في الإمدادات الغذائية وشحا في السيولة النقدية وعجزا في تلبية احتياجاتهم اليومية، وهم بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. برنامج الأغذية العالمي يطلق نداء عاجلا وتحذيرا من مجاعة كارثية وشيكة، مؤكدا أن السودان قد يشهد أسوأ أزمة جوع في العالم مع دخول الصراع عامه الثاني، حيث يشارف نحو 5 ملايين شخص في البلاد على حافة المجاعة معظمهم في مناطق الصراع، وأن فرصة تجنب حدوث ذلك تتلاشى بسرعة مع قدوم موسم الجفاف. المنظمة الأممية نددت بالعقبات غير المقبولة التي تعترض هيئات الإغاثة الإنسانية نتيجة فقدان الأمن وتأخر الحصول على إذن المرور، الأمر الذي أدى إلى تراكم الأزمات وانعدام الأمن الغذائي لأكثر من 18 مليون شخص، فيما لا يمكن الوصول سوى إلى 30% منهم. المسؤول الأممي لبرنامج الأغذية العالمي وصف الوضع باليائس والمتدهور، مشددا على ضرورة بذل جهود دبلوماسية متضافرة والمزيد من الموارد لحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية الضرورية. يعد المناخ من الظواهر الرئيسية التي تؤدي دورا كبيرا في تشكل معالم الحياة على سطح الأرض، معالم قد تتعرض للخطر إذا اختل النظام البيئي للكوكب الأزرق بسبب ظاهرة النينو. إيمان بالمولود تعرفنا بهذه الظاهرة. عرف الكوكب الأزرق في السنوات الأخيرة ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة، في ظاهرة طبيعية أفقدت العالم توازنه بعد أثره الوخيمة التي لا تزال تهدد مستقبل المعمورة. ظاهرة النينو ظاهرة مرتبطة بالتغير المناخي وارتفاع مستوى درجات الحرارة في مناطق مختلفة من العالم، فكيف يحدث ذلك؟ على وجه الكوكب مراكز مختلفة للضغط الجوي، بعضها مرتفع والآخر منخفض حسب درجة الحرارة وطبيعة السطح الجغرافي. تضعف الرياح أو تعكس اتجاهها فترسل المياه السطحية الأسخن باتجاه الشرق بدل الغرب، وهو ما يفسر هذا التغير المفاجئ لحرارة الأرض. سنة 2023 تصنف السنة الأكثر ارتفاعاً لدرجات الحرارة في التاريخ. ليس هذا فحسب، فلظاهرة تأثير كبير على أنماط التقلبات الجوية، وهو ما يعني حدوث عدد أكبر من العواصف الاستوائية في المناطق القريبة من المحيط الهادي، فيما تقل بالمناطق المحاذية للمحيط الأطلسي بما في ذلك جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. كما لاحظ العلماء أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو يزداد خلال ظاهرة النينو بسبب الظروف الجوية شديدة الجفاف والحرارة، وهو ما يفسر من جهة أخرى تزايد حرائق الغابات في عدد الأماكن في العالم. ظاهرة النينو أثرت بشكل مباشر على الأمن الغذائي لأكثر من 60 مليون شخص عبر العالم حسب ما أحصته منظمة الأغذية والزراعة الفاو، وهو ما يؤثر بطريقة مباشرة وحتمية على خفض النمو الاقتصادي العالمي الذي قد يزداد مستقبلاً.
طائفة أخرى من أخبار العالم ترصدها لنا أو ترصدها لكم أصمهان سلطان. يواصل الناس هنا حياتهم برغم وصول منسوب المياه إلى أقصى مستوياتها. الفيضانات التي ضربت أجزاء من البلاد تسببت في كوارث مادية سارعت على إثرها فرق الإنقاذ لإجلاء المتضررين في وقت حذرت فيه السلطات من حدوث المزيد من الأضرار. طائرة تطفو فوق المياه، منظر غير مألوف، لكن إذا عرف السبب بطل العجب. فالفيضانات التي اجتاحت البرازيل غمرت مطار بورتو أليغرو جراء تساقط أمطار غزيرة، فيما لا تزال الرحلات معلقة إلى أجل غير مسمى. حدائق اليوم تحاكي كل ما هو حي على غرار حديقة برانيت في الهند التي تفتح أبوابها لمعرض الزهور السنوي 61 كجزء من مهرجانها الصيفي. المعرض الذي استمر لمدة 10 أيام عرض حوالي 500,000 زهرة حول الحياة البرية على شكل حيوانات سحرت السياح بجمالها. وبهذه المناظر الطبيعية نصل المشاهدين إلى ختام أخبار العالم. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء. في أمان الله.